مؤسسة رائدة تعلمت فيها أي حاجة كتنفعني في حياتي تعليمية وتربوية، وأنا فخورة بانتماء إلى هذه المدرسة. العلم والإيمان في المدرسة المليح بزاف، تحسب غدا 30 ويس بنين، غير غس أحسن دغري أو بغدا غس أحسن طويس. العلم والإيمان تبعت بزاف، العلم والإيمان المليح. What I love about العلم والإيمان school is that everyone is respectful toward the other. Teachers are great. The administration is very helpful and our classmates are very nice and hardworking. I'm so grateful I'm in this school and, well, I'm just having fun. L'école, العلم والإيمان. On peut résumer cet institut dans trois mots. Premièrement, l'organisation. Deuxièmement, la qualité. Et bien sûr, l'éducation. مؤسسة العلم والإيمان مؤسسة تربوية بامتياز، إضافة إلى أن الأطر الإدارية والتربوية والتعليمية تقوم بواجبها على أحسن حال، وهذا يتمثل في سلوك التلاميذ الجيد وانضباطهم التام وكذا في مستواهم الدراسي العالي. مؤسسة العلم والإيمان مؤسسة تسعى دائماً للسبق والتفرد والتميز والريادة، آخذة على عاتقها العمل بخطى ثابتة وواثقة، واضعة نصب أعينها ترسيخ مبادئ العلم والإيمان في نفوس طلابها لاعتقادها الجازم وإيمانها القوي العميق بالعلاقة الوطيدة التي تربط بين الإيمان الحق الذي يهدي إلى العلم والعلم الحق الذي يهدي إلى الإيمان. تشرف على تسيير مؤسسة العلم والإيمان إدارة تربوية محنكة، تعمل إلى جانبها مجموعة من الأطر التربوية والإدارية ذوي خبرة عالية في مجال التربية وفي مجال الإدارة التربوية. Pour assurer la complémentarité entre les différentes matières et la continuité dans les apprentissages, les enseignants de l'école العلم والإيمان travaillent ensemble dans un esprit de coordination, de concertation et de coopération. برنامج عمل سنوي مدقق لمختلف أنشطة المؤسسة، لا من الناحية الإدارية، لا من الناحية التربوية، لا من الناحية الثقافية والرياضية والفنية إلى آخره. برنامج عمل سنوي يحدد الفئات المستهدفة ويحدد أهداف كل نشاط وكذلك طريقة تنفيذ النشاط وبرنامج هذا النشاط كيف ما كان هذا النشاط، ويحدد كذلك كيفية تتبعه وتقييمه، لأننا نسعى دائما إلى تطوير الأداء العام للمؤسسة. L'école العلم والإيمان tient compte des nouveautés pédagogiques et éducatives que connaît notre pays.
les enseignants sont accompagnés et suivis par des formateurs compétents. Cette formation tient compte d'une part des intérêts et des besoins des élèves, d'autre part des nouveautés pédagogiques et éducatives que connaît la scène nationale et internationale. ونحن كمؤسسة تربوية نحرص كل الحرص أن يكون الجانب الإيماني والجانب العلمي حاضرين عند كل تلميذ وتلميذة، ينعكس ذلك على تربيتهم تربية متكاملة متوازنة فكرا وعقلا وجسما، يكون بفضل الله لبنة قوية في نهضة وتقدم المجتمع.